قول بقى اسمع بزهير اسمع. الشهيد يحيى حديد الذي تم قنصه على يد عصابات الاسد جسر شغول الريف الشرقي. يا راي يا راي يلا يلا يلا. الشهيد يحيى حديد الذي تم قنصه على يد عصابات الاسد جسر شغول الريف الشرقي. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار. يا خاي يا خاي يا خاي.